السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية في البداية للسفير دولة إيطاليا وللإخوة في كلية كومبوني السيد رئيس مجلس الأمناء السيد عميد الكوبية. السيد الوكيل، السادة الأساتذة في هذه الكلية العريقة، الإخوة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أبنائي وبناتي الطلاب، تحية لكم جميعا وسلام عليكم ورحمة الله. نحن سعداء في هذه الشراكة، الشراكة الكبيرة التي بدأت في محاولة لمعالجة بعض الهموم الكبيرة. كما جاء في التقديم أن هنالك هم وهاجس للدول الآن متعلق بأحوال ضعيفة لبعض الدول خاصة في أفريقيا جنوب الصحراء، مما ينتج عنه محاولات لهجرات منها الشرعي منها غير الشرعي ومنها محاولات للتسلل عبر هذه الدول، ثم أن هذه الدول نفسها تعاني من بعض الإشكالات في عدم وجود أو ربما استفادة من موارد موجودة فيها، مما يجعل أحوالها ضعيفة، مما يجعل الشباب فيها يبحثون عن مواطن للعمل، يبحثون عن وظائف في داخل بلدانهم وخارجهم. جاء هذا المشروع بمبادرة من وزارة الداخلية في إيطاليا، وانتقطت آيرس الغفاز وتقدمت للتمويل لإنجاح هذا المشروع في السودان، وهذا مشروع يعتبر بين دولتين إيطاليا والسودان. ولكن أهم ما في هذا المشروع أنه قد أشرك الشباب وهم هؤلاء الموجودون الآن في هذه القاعة الذين تم اختيارهم بعناية. المساهمة جاءت من كلية كومبوني التي يعني نبذت الأنانية، كان يمكن أن تقوم الكلية بكل المشروع دون مشاركة مؤسسات التعليم العالي الأخرى، ولكن هذا يعني يحمد لهذه الكلية أنها أشركت طلاب من جامعات ومن كليات أخرى في هذا المشروع. هذه البداية لنجاح المشروع الذي يعزز التنوع الذي تحدث عنه سعادة الأستاذ. كلية كومبوني نحن نعتز بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كأحد أهم الكليات ومؤسسات التعليم العالي الموجودة في السودان، لانضباطها ومشاركتها والالتفاتة لقضايا المجتمع الكبير، ثم أنها لم تحصر التعليم في السودانيين فقط، وإنما فتحت أبوابها وآفاقها لتعليم الطلاب من الدول المختلفة. إذا نظرتم إلى التقارير تجدون أن نسبة مقدرة من الطلاب يأتون من خارج السودان، وهذا هو التعليم العالي الحقيقي الذي لا تحد الحدود والذي يوفر الفرص للجميع. أما فيما يلي المشروع فهو حجر حقيقة في بناء كبير فيما يلي مشروعات ريادة الأعمال. نحن في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد قدمنا مشروع ريادة الأعمال عبر اليونسكو للكليات وللجامعات لتجعل من هذا المشروع مشروع أساسي ضمن برامج هذه الجامعات. لسبب بسيط أن التعليم العالي لا يوفر فرص التوظيف، ولكن هو يفتح آفاق للطلاب، يفتح مسارات للطلاب ليفكروا ليبتكروا ليبتكروا ثم يشاركوا ويساهموا في إيجاد فرص العمل. يمكن أن تكون هذه الفرص ذاتية وليست في انتظار جهات أخرى توفر هذه الفرص. هذا هو المقصود بريادة الأعمال، وهذا هو الناتج الذي نرجوه من هذا المشروع. بالرغم من أن مدة المشروع يعني 21 شهر، إلا أنني أرى أن النجاح هو قد بدأ الآن.
أيها وبدأ في هذا التجمع الكبير وفي هذه المداخلات التي تمت من إيطاليا. ولنا مع إيطاليا عديدة تجارب ناجحة كثيرة، آخرها كان في مكتبة جامعة أوتو. كانت إيطاليا هي الدولة الأولى التي تبنت الركن الإيطالي في جامعة أوتو وعززت به الاتجاه العام في أن الطلاب لابد أن يتعرفوا على العالم وأن يتعرفوا على الدول وأن يتعرفوا على الجامعات ونظم التعليم في دول أخرى. وبذلك أتاحت دولة إيطاليا ممثلة في السفارة الإيطالية مجالا لطلاب جامعة الخرطوم في التعرف على إيطاليا، وليس ذلك حسب ولكن ابتدع المشروع في جامعة الخرطوم اتصال مجتمعي عبر محاضرات، عبر أفلام، عبر مناشط ضمت كثير ممن هم خارج جامعة الخرطوم. لذلك يعني أنا على يقين من أن هذا البرنامج سيكون برنامجا ناجحا من التجربة التي تمت مع إيطاليا، ولا أتحدث عن مجالات الزراعة ولا مجالات الصناعة ولا المجالات المختلفة التي نشترك فيها كحكومة في السودان مع دولة إيطاليا. هذا نوع من التعارف المحمود المطلوب الذي يعزز الصلة بين البلدين. والحمد لله أن كلية كومبوني قد كانت هي المبادرة والمساهمة في هذا المشروع الكبير. ونحن في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نفتخر بأننا نقدم هذا النموذج عبر واحدة من كلياتنا الأساسية. وأقول للسيد العميد متى ما قدمت إن شاء الله ستصبح هذه الكلية الجامعة. أنا أنظر يعني إلى مواقع الجامعات، مواقع الكليات على الإنترنت، وأقول دائماً أن موقع كلية كومبوني حقيقة يأتي في مقدمة المواقع الإلكترونية. هذا المشروع يسير قدماً في اتجاهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خاصة في جزء المتعلق بالتعليم الإلكتروني الإي-ليرنينج، لأننا نحتاج للتعليم الإلكتروني بصورة كبيرة جدا في السودان. ليس في الخرطوم ولكن في الجامعات الموجودة في الولايات المختلفة التي لا نجد عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس الذين يمكن أن يقوموا بالتدريس، وبالتالي هذه فرصة نستفيد منها في توطين التعليم الإلكتروني ك يعني استمرارية لمشوار طويل تقوم به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. هذا الجهد الكبير هو جهد مقدر، يشكر كل الذين شاركوا فيه وكل الذين ساهموا فيه، وتشكر حكومة دولة إيطاليا للتمويل لهذا المشروع. كثير من المشروعات هي تظل أحلام ما لم تجد التنفيذ، ما لم تجد الدعم، ما لم تجد الموارد التي يمكن أن تساهم في تحقيقها وتصبح مشروعات ناجحة. هذا المشروع يعني مشروع مهم، مشروع مهم بالنسبة لنا لأنه يهيئ هؤلاء الطلاب في بيئتهم في السودان ليكونوا مبادرين ويكونوا مبتكرين ويكونوا مساهمين في تعزيز وجود اتجاهات، وأنا لا أقول وظائف، لا أسمي وظائف، اتجاهات عامة في أنهم يزيدوا ويزيدوا هذا الكم الكبير من الشباب الذين لا يجدون فرص للعمل رغم أنهم قد أكملوا تعليمهم الجامعي. هذه فرصة كبيرة، نتمنى أن يكون هذا يعني المشروع مستمر كما ذكر السيد العميد. نرجو أن يستمر هذا المشروع ويكون هو يعني جزء أصيل في كلية كومبوني، أن يستمر في هذه الكلية وأن يعني يقدم النتائج المرجوة التي تمكن الطلاب في هذه الكلية وفي الكليات الأخرى من الاستمرار في دعم هذا المشروع، وطلابهم الداعم الأكبر لهذا المشروع بوجودهم باستفادتهم وبإفادتهم، فهو أمر ذو اتجاهين. نحن نقدم لهم المساهمة والعمل، ولكن تقديمهم لإنجاح هذا المشروع هو المحصلة الأكبر في هذا المشروع. لا أريد أن أطيل، ولكن أقول أننا في الفترة السابقة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد التقينا بوزارة الصناعة وتحدثنا عن البحث العلمي
ومساهمة الجامعات والكليات في البحث العلمي التطبيقي. ثم التقينا بالقطاع الخاص رجال الأعمال وقدمنا لهم البحث العلمي والجامعات والكليات التي يمكن أن تعينهم ويمكن أن تستفيد من يعني ما تقدم هذه القطاعات. ثم كان هناك مهرجان الإبداع الطلابي الذي شارك فيه كلية كومبوني كذلك بصورة كبيرة. هذا المهرجان قد أبان يعني مستوى رفيع للطلاب في الجامعات السودانية. يعني شاهدنا عدد كبير جدا من الابتكارات التي قدمها الطلاب ويمكن أن نسمي الاختراعات، وفي بعض الحالات يمكن أن نسمي الاكتشافات التي تقدم بها الطلاب للمنافسة. وهذه كانت يعني من أجمل وأروع ما رأيناه من إنتاج مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي التي تسعى لأن فعلا توطي مساهمة هذه الجامعات بشبابها في خدمة وتنمية المجتمع السوداني. الشكر موصول لكل الذين ساهموا في هذا المشروع وكل الذين سيساهموا في هذا المشروع. والشكر مكرر لكلية كومبوني العريقة لتقديم هذا المشروع نموذج للمشروعات في مؤسسات التعليم العالي. وشكر لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله.